مشاهدي قناة بلاز وقت تي في، جهة دراسة فلات المغرب العميق من مدينة بودنيب، حياكم الله. معكم مراسل الصافي عمر من مدينة بودنيب. اليوم جينا باش نغطي واحد الحدث ديال حالة إنسانية ديال أخت زهرة، وعندها واحد الإنسانة معاقة بنتها عندها 25 سنة، ومسكينة دابا راه توقفات الأم ديالها من الخدمة وراها ما كاينش اللي يعاونهم. نشوفوا الحاله ديالها. تفضلي اخت، عاودي لنا. السلام عليكم ورحمه الله. اخبز اخبز 25 سنه وانا كنشتغل، اخبز كنخدم عليها دوك الغرض. الله ما قديتش، مريضه وضربني رجليا ما قدرتش نخدم. حتى الفرم كنمشي كيشوفو كنعواج كيقول لك عندك السن كبيره ما غاديش تعال كونطرا ما نديروهالكش. دابا انا توقفت ما عندي ما ناكلها، خصني ليكوش، خصني الدواء، ودابا خصني ما نخليهاش حاليا بوحدها، كيشدها للكريز. الجمعيات اختي ما حتى شي جمعيه؟ لا ما عمر شي واحد عاوني، انا اللي كنكابر وكنخدم عليها. دابا انا الغالب الله ما قديتش، وحالا كيشدها الكريز، ما خصنيش نخليها بوحدها. واش الا خليتها بوحدها كتخاف تموت، كتخاف تقوج، كتخاف، فهمت؟ كتخلق خصها رعاية خاصة. الماكلة أنا ما وكلتهاش، ما تاكلش، إلا ما هزيتها لبس لها الحوايج ما تلبسش، كلشي أنا مني. حاليا ما خصنيش نتحرك من حداها، كيفاش جدها الكريس حاليا خصني نجلس حداها، وما كتخرجش ماما، إلا ما درتهاش في الكريسة كنخرجها ما تخرجش. باش تمشي ولا تعرف هذا الإنسان، أنا هو ما كتعرفنيش، هي خصها غير خبيز. باللي كتنعس كتستعمل شي دواء؟ كتستعمل الدواء، واه كنسال الرشدي كيخرجوا لها مودين. ولك المودين كتشريه؟ ولا كتشري ولا كيعطولك جمعيات؟ فاش النقطة كيف ما نلقاش أنايا كنشري، كنضطر نشري. إخواني الله يجازيكم بخير، هذا الشيء اللي كنقول لكم أنا. الجمعيات خصها تحرك تنبش وتقلب، وهادي انتما كتشوفوا الحالات الانسانيه راه كثيره وكثيره، وحنا كنبينوا لكم الا القليل والقليل. بل هذه الحاله ديال هذه الانسانه هذه راه خصها رعايه خاصه، وخص الجمعيات تدخل على الخط باش تساعدها. وحنا طالع اليوم عندنا باش نخلصوا. الكرا طالع الدوره ما خلصت لا دوله ما لكرا ما عنديش غالب الله. حنا اخواني غادي نخليو التليفون ديالها، واللي بغى يتواصل مع هذه السيده قصد المساعده، حنا ما علينا غير نعاونكم. معكم مراسل بلاز وقت تي في من مدينه بودنيب، حياكم الله اخواني والسلام.